200 من أسر النازحين تستفيد من حصص غذائية من المواد الاستهلاكية الأساسية تم تقديمها من طرف مفوضية الأمن الغذائي ضمن جهود القطاعات الحكومية الهادفة إلى تموين مراكز الإيواء بالمؤن ومستلزمات الحياة اليومية. احنا اليوم في مركز إيواء القرى اللي كان محاصرها الماء بمركز تاقل تابع لبلدية ضو في إطار توزيع الدفعة الثانية من مساعدات اللي قدمت من طرف مفوضية الأمن الغذائي وبندو تآزق مفوضية الأمن الغذائي اللي تتمثل بعض المواد الغذائية اللي هو الأرز والزيت والسكر وهذه الخيام كاملة اللي الحمد لله هم اللي استفادت منها الدفعة هم اللي سابقة هذه الدفعة اليوم عبارة عن 200 أسرة مستفيدة من هذه المواد الغذائية وكذلك قدمت تآزر مبلغ نقدي لاستفادة هذه الأسرة والحمد لله هذه الدفعة الثانية صبحت عندنا اليوم الحمد لله 400 مستفيد على مستوى مركز الإيواء بتاج. وحرصا على شمولية هذه التوزيعات للأسر المستهدفة تم اعتماد خطة لتحديد الأكثر استحقاقا بالتعاون مع رؤساء الأحياء والقرى المستهدفة. اليوم اللي الحمد لله قطعنا من الماء خلقنا هذا جانا الحاكم وسيدكم الشريعة وسيد كوماندا برقال الحمد لله يا رب العالمين واقفين معنا الليل والنهار ما خلق شيء ما أدونا تبارك الله الحمد لله والحمد لله وجاونا ما خلق شيء ما جابوهنا احنا فتار الحمد لله قاطين بيض القاطين منهم لنا من الماء محرزنا قمسو وبقاشنا ضاع وحيواننا مر الحصه الاولى جاتنا 200 وزدت فيها شيء قاس دولة وفيها شيء وقسمهم وهي الحصه اليوم جاتنا هون 200 هون اليوم. تجسد هذه المساعدات المتلاحقة للنازحين اهتمام السلطات الإدارية بالمتطلبات المعيشية والحياتية للنازحين، واستكملت هذه المساعدات جوانب أخرى من العمل الحكومي المتواصل في مختلف مخيمات ومراكز الإيواء.